بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرق وكيت الضباد كمدة دروس وعبر من أيام أبي بكر وعمر، وحين سكدينا موضوع كصاب سيدنا عمر بلنا أنكو كوبنه فرام بن صوت المامين ويهي بحر لا ساحل له بدء عن حيب لهين، لكن تن عريدي كرو اسكو علين كرام اسكو علينا ان شاء الله تعالى فدغان هدي وركو نوغ دما واي ان شاء الله فدخيغا بينو قبنينا مالك اربعه ان شاء الله بعد العصر. وحين صوت الماني النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمر وكت المامي علم يا اقون دينيد يا كدقن دينيد العلم والدين ان لبدا كت المامي سيغار اهريد وكدوان صحابه كلي تسالوين كتسي علمي سي فقهي سي بين السوق ان شاء الله قيبه كمبدا ما انت قيبه انه قدرنا كدمنا فصول كلي بين اوغد بين ان شاء الله تعالى. عمر رضي الله تعالى عنه وحو هادت كاديات كون نعب لا دغالم عادات كي دقمد هور جاهلي اها ان اسلام كا غديس لو دقما اما لخيكسدو اما روح مسلم اه او اسلام شيغان اي او كو اركو دقن او توسي اهي انو كسو جيدو جاهليتي هوري اي دين لا انت اهي قضيات كا وحا كميدا قد قصدي غيلان ابن سلمة الثقفي صحابي ري بني ثقيف نين اوغاسا او ري ثقيف هادي اد حربيه رايو اها في الجاهليه واقدم روا اسلامي واقو جاهلي اها يونتو تغيب وكسرا نيك ري فارس هيستي اوتغي اسوغ وفدي خوله بدن بو سوسيي خولهي ضائف بو قلعد وين كغا دستاي ماركا دين سيدا في الجاهليه ايها والاسلام مركو اسلام اي اسوغ 10 دمر قبا على قاعده الجاهليه 10 دمر اسوغ قبو سو اسلام نبي اكو عليه الصلاه والسلام 10 كان دمر كا افر كدورو لحنا سيدا افرت ماركا او يريد بو كدورتي انت كان لا وافصحي ساسي هوشي سو كدماتي خلافتي سيدنا عمر مركي لقاري ونو ويل حق النووي وياي يهوان افر وقبين ووفر ادومي سور النووي حري حولي سنه ويلشي سي بس وقيب دور يطمن اها قبله هو كتغي دمر كوفر فري ادومي سنه وحري هانتي دي سنه سوغ بد قبو النول ونميل لقا هينين يويلشي سكت تبعي أيوة أقيبي قبلنا واقدي سيدنا عمر بورك جاري أولي ننكي أها غيلا من سلمة عمرو هوين كورنا وافر فري أدومي سنة وحري حولي هنا وحو هانتي لها أنا ويليشن بو أقيب شيء قبلنا واقد شيء عمر بن مركه ويه مركه سو شو بسنيه طلقت نساءك واعتقت عبيدك وقسمت مالك بين بني كبور مجرتين هوين كودن اد فرتي حولهن اد ولشهد كليه وقيبسي الضومدن اد حريسي هابوري عمر وحوري الهي بان كدارتي وحان امالينيا ان شياطينتي اي صوت فين ضوقي عودك ملائكتي شيكيسني سماوات كشيكيسنيس ملائكتا سو شيكيس ان سند كديمون دونتو اد بلهن قلفي دونتو شيطان كي با صوت في وركا اسغا شيطان كي با ادي كو وحيودي بوري ان عبد من ايسا لوو شيك كديبنا وحد كو انستين اد قبلهنا قديسو عرض ويليشنا درجيسو وحان ملا في لها يابر اصبح كبن سين نور الميسيد عمر رضو الله وحوان فيها يا محين قنجرتي سيدو يدا ذي من قنجرت إلهي بان كود أرتو حوري أما نولل إيو قريب وقو قرع عايا أما هوينك واتسوعلين كل أفرت برتو واتسوعلين وأن كان نوضا دي راجعتو حولي هنا عروتا سيسي من بضوغو قيمن أما وارد حل وحد بحسي ما بشرو لبعض أن بدك الدورن بول والله إن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لورثنهن منك إذا مت ثم لأمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي الرغال بول أبي الرغال لين بدن بدن مغشين بدن ملاينه هوانك وتسوعلن بول حول هذا نواد عيشا
دمر كان واد حلسين هذيك كلبوري وحن أمر يا قبري هذا مر قدما تصبع عن دافع ميسدي وابن كواركاي إن سدي أبو الرقال قبري سلورة حطوره فراجع نساءه وراجع ماله قال نافع فما مكث إلا سبعا حتى مات كوانك بسوع الشذي حوليسين الدب وعي الشذي تدوب بركد من أوقع لفيه واقر يد وذات كسحابي عمر بابا كسور دارتين وسن سيس عنين كذب كسوق قائبة حديث كحديث صحيح هوي إذن أدرس كس فراسدي سي أدرس كسي قياستي سي إيه علم كسي أقال كسي إيه كهشدو كهونا يدقن كي عادات كي جاهلي كا أيو صحابي كان سيدا هاتو كل انتو كتو قوان سيدا يو قبري كسي لور رجميو سيدا لور رجمين جري قبري أبو الرقال أبو الرقال ومحاضة هيدا حديث كلا حديث جابريو حديث بدن باقشة كيسي أبو الرقال وحو أهاني ريه ثمودة قوم كي نبي الله الصالح لو دري ريه ثمودة قرن ميزان اللي قرر قوي ودن كان هذا سعود قوي دقيهين ديار ثمود يحجر الصالح واتقانان قوم كاس للرقيب وكتر سنة قنت الله مركب باللودين يا سيحدي يا دحاشو باللودين بصوع عري حرم كصوع قلي كعبدي بيت كلاه بمغن قلي ريث مود نوال بابي نريك لقم الريبين أصو هالكاس وكجر إن مدى بلو كل من يجوبي واجد دم بوحوز جري هذا وان نبادي طول كان دماي عربها تكلت كشيء قتي دي بل هذا إسكان نقول دولكي وحد كه شباب مكو حرام كي كبح يحلق وما ضح ساو قلي يا رجع حيرك سعد ما ضح كقرفت ولا سوها هي بتي هل حبت بسوي سايف أنتو حرام قصوا بحب ولا سوي حرام كي إلهي وإلهي وإلى لنشر في الجاهلية والإسلام روحي قلا ولا مغنقلية قال كو عرة ولا مغنقلية فاسقي منافقي قلا ولا مغنقلية إلا ضد خاص حكم جونا كسو تقيم ويه أبو الرقال مركا أصو هالكاس وكون كبت قبي مركو يجري بلاد الدون كهذا النبض ويوم قولي أنت لو علق دم ما هذا أدوك هذا عندكم مرة بتيه إسكب حنا قرطة القدوف ترى واحد ماذا حكي جيبي والله حبالي تذكر ملها كده وابا حبالي أنت دوتي ذهب ووتي وعشو ما هنا والله حبالي صحابك جابر أكشيك ممكن ما النبي قال راعني عبد الله بن عم نعسل وكشيك أنا النبي قال راعنون سعنو يونبي ونوقش يا أبو الرقال وحو أهاي ماشي كسو على الرئيس وبتبادي واجد دمنا سيدي رجع الله غرفة عن تلقى نبي حرق قبر جيس وقى هذا ربطانا هذا قف وفاجا وحكيه لسان لوحان ذهب عبد الله عمرو حروان كلا ببن وان فاجني وحنا قلت تجني الوحيد انت اللي يقول ذهب لقيب سوى الوكلة تجي أبو الرقال لين كاسو أها واجد دمرك عرب مركو يقول تنينك حمانتي سو انتو صوفيك تلو حرمك إلهي قال موكو كبحين اللي توقتي أول حبالة قبر قيسي ودقح تور جري مكين مرام برقح بالغو توري سيدي هذا الشيطان كادو لقح تورتان جمرات سمي دارك كبنين كتوران نقل لقح كتور والله القادي جري لعنات أهان إيان نعيب درتي بالله دقح توري وحكا الله شكا إنو قاله قامن جري واسكو دا يدي حرم كأني كعبدة الدنيا إنه ده جامن جرى والله الشجاع وعديد باتلمان تضع في كجرو المهم سحابي وحول مركو عمرة سلامو غيلانو هدادا سايي لمحان قبر قاد ورج من دونا ونودع حطور دونا سيد الله ودع حطور هذا بقى قبر قا أبو الرقال أبو الرقال لين والبو تركي كفي كتبه وبلا يقبل نقضة كدي من حماني بلا يقتل المان هذا أبو الرقال هذا الأسكير هذا قضية ده مركو حكتو سيسا سيدنا عمر فقه يسي فهم يسي الدينات معي إلى هذا عادات كله ورتجن حونك والله وضيع أسوأ النول بوحر بأنه إذا هذا هوينك وفري وكرت وحيلت كد من حول حولي وان قيب إلى رحل ماه أنا صحولا مليها هدي أنا النول بدق من مال لقه إني بان قيبي وهبة صحيحة ورهبة ماه وكرت يتقدر إيسا قبله بغرطة ماشي نضفه فوق جيسود ولش وحكت بعد درجيسه رقم جاهلوي عمره كل مرة دوسا تاجنين وقل لهم فوق اسكوشي قمانت الله كي ونمحي ورن الله وانين بالغ مكلفة وصحيحة كامل التصرف تام الولاية والملك خيار لون عند قصب وحب بحيه وبحسنية إلا مرض موت مخوفة متشرو بقبقت عمر مقره وحو قران صدا مقاسدي يجودوينك حيلك عادات كورونا وافيريا
waxba looma qarin karo raxmatullahi ta'ala radiyallahu ta'ala an. Waxaa kamida xukumkiisa fil laqiid, xiyalka soo hortir jir laqiidka ilmaha meesha laga soo helay, xukumkiisa ninkii horeeyay cadeeyay isagu ahaa ee qaacida ka dejiyay umaduna ilaahay ku waafajiyay. Nin la oran jiray Sunayn Abu Jamila ayaa wuxuu yidhi wajadtu manbuudan, ilma la tuuray baan helay, buu ma cilla ayaa la xilligii sayidina Cumar uu khaliifka ahaa. aniga cariifkayga nabadoonkii qoyska aan ka dhashay nabadoonkoodii, ilaa nabadoonu magacaabi jiray ugaasyo iyo Cumar magacaabi jiray, ayaan u sheegay waxaan dhawr maalin dhowidan oo socda ayaa ilma meel cidla caga bidhleyn ayaan soo qaaday ee Cumar bal u sheeg. Cumar baa loo sheegay, wuxuu u yeedh ninka ilmaha soo helay isagii baa loo yeelay. markuu Cumar anoo soo socday arko indhaha bab igu siiyey, iyo wuxuu yidhi casalqu wayru ab usa wamama ay haweenaydii zabaal loodhan jiray ay bixisayo, weyrku waa meel magaceed waana god. Ruuxa waxaa loogu maahmaha ruuxa aada xumaan ka filayso, waramu ardaal yahay, nin baa lagu tilmaamay bulu yeedhaad arkay waad fiirisay, warkashu waa biciyaal suuq baad ororeysa, waad ka shaki muuqaalkiisaad ka shaki. ninka dhagar iyo ku tuumayso xumaan iyo ayaa mamada loo isticmaalo, mama waa nimay ku timid iyo nimay ku taallaan la yidhaahdaa. asal guwayru abusa, markuu indhahay saaray wuxuu ninka mu dhagar qabaya ilmuhu sheegi baa ama isagu khayaano, mid isagu dhalay oo xoraamu yahay ama hawshaab isagu kaarta ama uu rabaa inaan dhow ku bilo baytumaalka laga bilo meesha u dhaqaale ku helo. Cumar farba u taagan, xariifkii nabadoonkii yaqaanay, wadaadkan yaqaanay Sunayn ah, ayaa wuxuu ku leeyahay amiral mu'miniin innahu laysa bimuttahamin, amiral mu'miniin laysa bimuttaham, guriga idin dhawaa baa la shubayaa, baan umahay dhib ma jira, iska fadhiya kaa koraa dhagax ka soo daadanaya. warka qawqawadu waa sidaa baan u malay. wuxuu yidhi amiral mu'miniin laysa bimuttaham, ninkaa nin diin xumo lagu tumaya ma ahe, bal warku ka dhagayso. markaasuu Cumar wuxuu yidhi maxaa kuu geysoo qaadisa, kuu dirsaday ilmaha soo qaadiya ku yidhi. wuxuu yidhi yaa amiral mu'miniin, ilma sabi ah oo meel beeluhu dayacan yaalla oo dawacaduba dafi karto ay laaci kartaan, arkay anugu markaa inaan badbaadiyo waajib ay igu noqotay. waxaan jeclaysay ilaahay markuu hawsha inuu ajir iga siiyo nafta aan badbaadinay. wuxuu yidhi waa runtahay, waa xor, ilmahaas waa xor, ma adoonsan karti kow, welihiisii gacalnimadiisii hadduu weynaado iyo hadduu yaraadana adaa iskale. wa calaynaa ridaacuhu wa nafaqatuhu, haddaan muslimiin nahayna baytumaalka muslimiinta laga nuujinaya, haweenida nuujinaysa kharashkeeda laga bixin, biilkiisana annagaa biilayna, muslimiin bankiga muslimiinta laga biilayaa, isagaa laga nuujinayaa oo hadday islaan shaqsiisa loo baahdo. waana xor, lama adoonsan karo laqiidka muslimka ee bilaadul muslimiin laga helay, ilmaha laga helay meesha lagu tuuro kale, laakiin welihiisii gacalnimadiisa maadaama adugu aad qaaday oo xanaanaysay ummadda muslimiinta waad ka xigtaa. xukumka uu dejiyey sayidina Cumar ilaa yoomina hada baa lagu dhaqmaa, jumhuur ahli cilmi baa sidaa ku tagay. waa xadiid saxiix, waxaa laga qaatoo kale culimadu ka qaateen xukumka Cumar in ruuxa keliya ee muslimka ee waaxidka ah ee lagu kalsoon yahay warkiisa la qabanayo xukum lagu dhisaayo, sida uu Cumar u cuskaday ninka nabadoonka warkiisa ku saabsanaa in wadaadkaasi uusan ahayn nin ardaalo xun uusan ahayn. waxaa kaloo laga qaatay ahlul xadiid ka qaateen imaamka muxadidka faqiiha ama caalimka faniga xadiidka yaqaanay rijaasha tacdiilkiisa iyo tawthiiqiisa keligii in la cuskanayo. hadduu imaam aqoon la yidhahda ninka waa cadli waafiqo, waa loga qaateen warkiisa waa la qabsadaa, in aan loo baahnayn in labadaan loo baahnayn. waxyaabaha cilmiga Cumar ku tusay waxaa ka mid ah cilmiga dhaxalka galay muslimiinta ilaa yoomin hada ay ku dhaqmaan maantaba aad haysataan, uu ka tagay fii salaati taraawiix, salaati taraawiixda saatara hadda tukatan qaabka u tukatan sayidana Cumar ba ijtihaadkiisi bay ahayd qaabka hadda u tukanaysa. xadiidka Aaysha waad garanaysaan dheera, waxay jiray hooyadeen nabiga habeen Ramadaan soo baxay nis dambe uu tukaday keligii, dhowr saxaabi baa la tukaday jamaacatan, salaadi xilay suxuurtu dhowdaa laga baxay, haddana habeenkii labaad bay saxaabada isu sheegeen oo ciidan ka badan baa nabiga kusoo xidhay. habeenkii saddexaad baa la isu sheegay oo markaasaa masaajidkii buuxsamay gaadhay. habeenkii afraad nabigu uma soo bixin, gurigiisu ku jiray halkaasuu iska cibaadaysanayay, saxaabada masaajidkii soo bixin way buux dhaafiyeen weliba ilaa banaanka la isugu yimid. nabigu waa loo baaqay, nabi allow noo soo bax, waa ku sugaynaa
قولي حيدا هذا قولي رجع كتور جور جورتيسا قرر حير سيدنا النبي قد رسينا يسوع هيا النبي وكسبه وقام مسيمات مرضا بمرك النبي قصوب حمر قصاد وتكذا كذب الله ذو حجيري حال واحد ثمين زين إنا ضوبنا إذا وأركا يق ما قرصوني وحاس كبقي صد ثلاث وقوق ما مسام بنركاي حلي ونوا حلي وحي دقها يو أحكام للدجنة وزمن التشريع ويه اللي دنكو واجب التراويح ذا يتهجد قيام الليل هدونا أود وإذا إلى هذا إذا عرضه مرك إنك تكنا يا فهمها يا إلى هاي أدوانا يا خير رثنا يقول يساك تكذو أما أنتم مساد كيماد قولوا قولوا تكذا لكن أوش جماعة ذا جوجي سداسي كسعت أول المسلمين تنو أول مكر رمضان لجاره نقول يساك تكذو يو لبي يصدح مساد كتكذا بس أساس أوش كسعت أنت النبي يقول إنه لا يدم به خلاف سيدنا أبي بكر إلى هرانتي خلافة سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم مالك الدنب يستنى عمر وحصوك علي مسجد كنام محمد وشن شن الكاسة أفر إنعاء بسيدكو إلى طبان جماعة لباطن جماعة كجران وحوك له سوء أركي كل بضد كمسلمين طايو إن إمام كعودك قرحسين عودك ملحق يسأود ده هيا هبل بهبل كعود قرحسين ده بقلية خلاف بدن انت صوت جماعة مثل ما يسي مثل سيبح يسي مثل سوء قليسة مركزه حجيري رورت الدنب وكفجر قوت كذي وش يسيبه قاتل الدرة من بركو فولي حور السيدان عن حالة أركها يي ومضو القادن كرو مسجد النبي محمد ما قبطه قبر النبي قول السيدان إذن كو أنا مي إلي خلاف كان إيوه ولا هو كان إيه قيل ذا وحد كرد قتن بو القرآن كإلهي بعد مزامير كرد قتن غناء بعد كرد قتن عضم الله يا عض قرح سنباب ترهدين يسامبا حق قدد حق قدد هاوشا مي الكربور وان فكري وحيلق مناطي بوري ان اذ هل امام كدبتو كتاب هل امام بان دين سمينيا اسغا سيدن توجينيا هوانكو كلاديم امسادكو قاد واي وذات غونو توجيان او سمينيا معلم غونو توجيا سو قران كيغنا لو سمينيا سيدي بو يالي ابي بن كعب يتميم الداري لبدا وذات بو سو دبا دغاي ركب بدري جيرنا وي جيران هل جماعة لتكذي بعد العشاء انت الله بالله يا سحور طاك تذا لقب بحجري يا سحور تسور دو ذا هاي دور بقوله آيات برق عدي من لقوتو كان جري واقد ما مركي لدى علي وحقوية يا ري سيدنا عمر رقي قرادها رصد صدح قاريب وبي كميدة تميمية نين كانوا ايار وحقوية لي كين عد علوس عدك علوس معاها أن عد أن قرآن كبوبسين كرين أن عد عدك سفوضين لباطن آيات كما بدن كرا رق عدي نينك حقوق دحدحات كانوا حول لواتن شان آيات نينك عرب كفضودنا صدنا آيات كما بدين كرتي ضدك حالات دودي مركو أركي واجد مركو والله رهنا واجد لكن أنتي دور بقول آيات الآخرية يو يلو بكورو عسكن شيرين أدنى الله رفع هذه واجد دمنا وخفيفية مركو أركي دبك ميشة كتشرة قاب كهذا مركو أوتو كتان يدو قنود إنسان هوا يراتو صلاة هاي يراتو حزب هالنقطة أما جوسان نقطة أما في ذهرب كلا الضرير وعن سنة وكتك سيدنا عمر هبين كدمو أركي هوشو دياري يكوش تهدي إلهي وافتشي وصفي يعني سكود على مسك نعم حضن بوق لهين ومدي وضفورتا إلهي بريزة هل إمام نهر تاقين هاي قراض النوولة هاي مسلمين تنهوغن أيان وحبوقا يسمان رافا إيا قيلاء مسألك يحسن لهم بصوكلا حول نعمة البدعة هذه بور بدعة كوا ناقصا ولقي ما أرق بور حول جدا قاب كم حسكوا حري بور جدا ما لكن النبي قال تكن شري عليه الصلاة والسلام صحابة تكذي جماعة بيكون تكذي لكن علت بو النبي وقتك وأهيد بقيت وكبقي إن لقوا واجب العلت ما شو وكبح النبي قال طول أنت موحد دم بس ودك إياه ما يا إذن هذا علت زوج شيء وإحنا نودي دي أنا جماعة كنت كن المساعد كعم الرمتشرو وهذا واجب هو رمحاء أبو بكر سوي لواي عمر نقيبته هو خلافة سوي لواي لما وافقنن لكن عمر بيله أكيدية إنه صنضع أنه لا يه بدعة وقال البدعة اللغوية ما البدعة الشرعية اللي ما تشيل وحي روحان ربا قنوت كسحابة إنا وحيدا كشيو قنوت كسحابة تراويح يدود بتاجنتين نبي محمد يا سحابة يدود بتاجنتين عمر صومه
قنود كودي قنود جيري انا وحيدا كشيو بريان عندما وحا سو بدنيا قليو كوبي قنود كي سديس كوبي يا اون مسلمين تو دعينين اون غالدا هبارين او حسابا كلا كو وريغيستا كو امدي سنتو جن مسايدا لغا ممنوعو واني تلديد مسلمين تو ميلو بي كو دبنيين لو رفادنيا كو دولميين محص يا ماتدو مركز لو دوخايا وا قويسك ادونكا كو نولاي مانتا دين شيكتو لو دولمي بدن ياه وي ادونكا مسلمين تو dib walba meel kasta ka jira muslim baa lagu dhibaateynaya muslimiinta adduunka jooga qayb ka mid ah maanta waxa lagu qasbay in ma soomi kartaan baa leeyahay soomaana xoog baa lagu afurinaya faleen baa lagu xiri tuuba afka laga gelin raashin iyo biyo laga dhirjinaya soomaa warka soomaaysa ya sameeyay chayna sameeyay muslimiinta wuxuu ku sameeyay igor iyo turkmanistan buu ku sameeyay dibka iyo baba ameel baa adduunka muslimiinta ku haysta wadaadka mihraabka galeen muslimiinta u duceeyna anagana noo duceeyna waa in mihraabka laga soo celiyo warka ma fahantay aaymadu hawshaas rag masaajida jooga hawsha way aad uga fiirsada qunuudka saxaabada wax idin ka sheegaya qunuudkii sayidina umar iyo saxaabada isku waafaqeen ee ubay ibn ka'b ku duceen jiray bisha ramadaan umadu ugu qunuud jiray baan idin sheegaya حديث دير بوهاي وحان رأيك خسية فكان الناس يقومون أوله نسكو وري تكنجرين تراويح ذا مسلمين تو وكانوا يلعنون الكفرة قال هذا اللعنة ذي جرين في النصف الثاني من رمضان نسك ذنبه بشر رمضان سو شيء طبعا قنوتكم إنه ما بلونه وإجمع الصحابة قنوت كأسكا خلاف ذنبه إسكاء لكينا يسدح ذنبه ذهبه وحباها كسي مشغولي قنوتك واك أبي بن كعب يا صحابة ورنبه يكو قنوت جرين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاري للمؤمنين والمؤمنات ومسألته وحورنتي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق نوال الآخرية ثم يكبر ويهوي ساجدا وقد مقلي سمرك أبي بن كعب تمام الداري صحابة تنجري المسلمين تا قاب كاسي ودعين جرين قال هذا للعنى ضياء إله بابي قال هذا جد كذا أمة كهر تاقين الدين كوديدا إبني الرسول شهد بني الله وبابي إن يبو هذا إيا بلنقات كذا رميسنين إله إسكدر اللهم خالف بين كلمتهم إله إسكهر كان قال إسكو جبي وألقي في قلوبهم الرعب قلبك وذا عبسي أرجح الله كتور إله ودش وذو حاسس عذاب كذا يعقاب تضصار يدل الله ودش وقال إله لقيا إلى الحق كد من بقى الغصة لي كد مسلمين تلود دعين مؤمنين تلود دعين رقي ضم أربع مرك أضم بيسنا الدعاء أضم بيسوك ختم الجري سيدنا عمر قنوت كسبا سنة يدين شيعية صلاة الفجر هي صلاة ها كلبا عمر وحقوق قنوت جرا سقونا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب كسو تكتب باشم هوس بيسو تكتي قالوا وين لغسو تكتب قالك يا رابع المرة يا كتابك اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق بل لو بدأ ملحق نواه الآخرية اليوم النوبة تعليقية وحو أهل الكتاب كم باقي عمر وحو يري وإنما قال عذب كفرة أهل الكتاب لأنهم الذين يقاتلون المسلمين حينئذ
حلقة أيضا عمر وقنوض أيو قال هذا مسلمين تدي بيا اللي سيم حياها يهودي النصارى هاي. وأما اليوم بنوي هذا صماء فيقال عذب الكفرة ليعمهم وغيرهم إلا وقالوا رم بابي بالدي وحباك زريبين سي أهل كتاب يكوى أن دينك يسن ما شو صقلا سؤال لو دعاء ويا قانين هوينكم مكيد دقي دقوشين كم مكيد دعاء اللهم محمد يقوي اللهم عتبية شب بيدي ترين شو قرن ميسان محمدية قال له قوي وحنا مسلم قال له جل محمدية مع تبينا سلبيين توي إذن لبدا الدعاء أخري وحنوس وقاتين أو كقياس قاتل دعاء سون أبو الأول يوم عمر إيو أبي أي كون يجرين مواطن مالك بالكمرتين وطنو كارلا مدة وأين مسلمين تلو دعية قال الله هبارو دبك الله يستلقى هذلو حسابها كله كوب ريجيسان هدات جوجون ويدان وحد كوب أيسان ها إمام لماذا كويس هذا؟ إذا كفته وياي. وحلو قد بين مع عمر رضي الله تعالى عنه يعني صنادى الصحابة طريقه ذا هلا راعوا. تبارك الله ما هي النية الدعاء من حظ أوبا خيل إنسان. وحكى الله مضوق من كرتان. وحكى الله مضوق إنسان مجن ومضد دعاء لك أوبا خيل. حسام يرك يا مرك أذكر فاتنتين إسكب الداية. قريهن لا هذا. لكن دوين تأيي دبك أنا قلنا هيسين مسلمين تملك سكوب أباين كدعية. قال هذا نهبارة. أديك لو هوستن لسكحر رقي تجلس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه النبي قال أدش علبة النبي قال أدش علب وينية كحن صدا وحول بور دبية هذوار كان النبي قال دب الدنيا هيستنا المايوها النبي قال هل دفاعها لقرب استاجو مركل واحد قد بأحد كلام مدنا ما أرك صحابة سيدنا عمر نبغى هدي واحد لقى شيء أما هو قنص دريما إن لوحد جد بيو سوء عمر وكل أنزل نن وكل هذا ولي ما أرد نبي محمد نمشي عن صحابنا ما يصير شيء دورة صار أن أسوق هذا رينا حديث جد قرنا إنسان صحيح ككويمت نبغى عليه الصلاة والسلام حقوق قنيمة يذهب لوحانا كقيبي مش جيران لأورنجري مركو نبي مكفر تيوم حين كذب هنتي مركو قيبي ولما تي أيان إنسان ويحيي النبي محمد هو عدالة ما ذو حقوق قيب النبي ما ذن قرصورين جور إيو حق درة ذو حقوق قيب السي نبي وحيي ورين كارقابة ما قعيب بقى أنا وهدان العدالة هي ضاع ذو حقوق قيب النين يا قضاء شيء عدالة ذو حقوق قيب دونا عمر باورك مقل هاي شلا بيك النقط وحيي النبي محمد هو يقول منافق عند لي ومنافق بنك دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق نبي محمد عليه الصلاة والسلام حكم كأيقوان كأوقاري إنه سحيا وشيق عمر لك وعيري إن فيها إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فرحك قد بالليل أنه أفين إسكده نبي وحوشيقي ننك أسأل دلوا موتاه لكن في الطبوية أساس أو حلقوا صوب حلا أما آفوا بنا لما بقارن قدر كلاهنا كما هرتقي كرون لكن دلوا موتا هل كان مركا قاعدة كبح ذو علموضة يتقرن وحيلة هذه نبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحكو كرامي أوسيي أساق النبي أحدك كحد قد بإنتو النولا والنبي أوتشوغي وحو حق الله إنو اسكعفيه فاصبر كما صبر والعزم من الرسل رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر صدرت هذه الوحد قد بالنبي وحلق شيء قصو مارجو سنجرين واسكع في جري هذا الصحابة الديان والنبي قف في علوضان وش يجري إنه يجر ليه إنه صحيح لكن إسكت داي يان العرنن محمد بالله يا أصحاب تيسيبو كجت بجري حق العفو والنبي ولا أنتم نولا هذول لكن النبي وغير يودي أسوي حق سادة مع في كرو نيك النبي كأقبحة يكو حد قد بوائن لقى أقبحة سونا سيد الله قال بحنا واتقرنيس أم بيلت حديث قال سوى واتقرنيس مالين كله وكيد دولة النبي قي صحابة فرب إسرائيل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بأكوجر ركضت كبحي إلى المنافق مر بقولي وإن جهاد هيا لبوك ويل أما لبا أضم بعيس قنصتي ويد قال الله بين مر كيسير بوه بوهين بمتقسط وهبر وعدي ك
كي مهاجر وحور يا للمهاجر ويا مهاجرين ابو طلع يا مهاجرين كي طلع يا انصار ويد والله كلا قبوجي رجع علماء الصحابه كلا قبوجي قدمنا وركب وحا غاري وركب وحو غاري نك عبد الله بن ابي بن سلول بورك مقلي وحور ما هدي مهاجرين بلاوين انغو انصار او ري يترب ان اي نو غان قادان او ان دلان كدينا مركان داس كدحيسان اي وحبر وعدان او غونو سو استاغن او سيف لا بخا وحور هدان نقضه والمدينه كن نقضه ولا مهاجر دم ما جوجو دونو لا يرجع الى المدينه لا يخرجن الاعز من الاذل بور وكان اجد انصار بمركا بطنيت صحابي كشكي هرانت ورب بعد هر انصار مهاجرين انصار بطنا مهاجرنا وايا راين لكن مهاجر واسكد بي مادين ما كي كي مادين مي بي كي مادين ميلا بدن بي كي مادين اي انصار كبت واق دم عمر با ورك مقلي عبد الله بن ابي يونس سدايدي نبي يقول هل اسكد دايو عمر وحلو دعاني اضر عنق هذا المنافق يا رسول الله نبي الله ومنافق عندي لك اللحو ننك أدقى ما أنت أذل كويري أسوغنا أعز اسكت المامي أدونك إنو تشوغ ما أستاهلي أنونك أنقاد إذا وريك بالنبي الله نبي حول اسكت ده أسوغا بعد ما نهي تيسي بابا إمان دونتي يوصلنا قلافن سمع درنا أن كرح لي إنك دعه فإن لألا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه لبن بعض صومرتين وحال كل صومرتين حاطم بن البلتعة مركو الدريمي إن النبي خائم إن النبي الله وقال منافق أن دل كورك فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين وحافري قصداس شنعي عفوا وحافري نجدا قصد عنك أيدي آيات فلا وربك لا يؤمنون أي كسو الدكتية لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك يا يدي الله متكا ني يهودية ينين أنساري أيا اسكو قبت حولا اسكو قبت هانتي باو دحايساي يهودو و خوي يري ان كو خغونتنا نبي محمد انو غاينا كلا حكومه كي انصاري غانا و خوري منافق بو هاي انصار منافقين با كو دحجيري و خوري انو غي كعب بن اشرف انو غي انو كلا بحني ادو وا لا ود هادلي و هادلي هادك و خا لو غانسده ان لو توغو نبيغا نبيغا لو يمين عليه الصلاه والسلام نبو غرتي بو فيري و دغيس مدعيغي مدعى عليه وديستي شيكتي يلغو شيكتي وركي مكو دغيستي بيندي وحكمي هو حكم النبي عليه الصلاه والسلام نينك يهودي غا با غرتي يشا وها لا حكمي كي مسلم كي شيغني مسلم كي رعفان يا ابي البقات وحو يري نبي الله وحان ربا ان اد عمر نوع لسن عمر كو كلا بخن نبي وحو ارضيه عمر بن لويمد يهودي قبها الله عور يهودي وطن أهاني عمره وحنو تغني نبي محمد قرطاس نوقي زني محكم بان كردي غني ونكلا حكومي ساسون أي حكومي نينك أنه هو شو كموق العنوى بيدي ذي أدور عفاني أبي الكوسوقاتي حيود ور مرن تيبا هذا إسلام كشيء غني نينك يهود ور كشيء غني مرن تيبا هابو رساس ويه نوكلا حكونا وش وحيد السجبور gurigu galay safety si boo soo gashaday ki islaamka sheegay buu kala gooyay yahuudiga cagoo wax ka dayay yahuudiga cagoo wax ka dayay nabi maxamed uu ku qararay wuxuu nabi allah hadaan cagay ku baxsan lahayn umar ninku iraacin laha way ugu sidki lahaabo ninkana dhimay umar hadduu dareemo nabiga in lagu xad gudbahaayo wixii waa maxay سيف وي روح مسلم كي ايمان كان اساسا لقد دونيه نبي قال والله عاي ترى محاد هذا هايزان ودي ريغارس وركودي مربو ان حنونك كقادنا اسكي الالي ودي ريغارس هاكي استاغ مساد بواك نبي الواحد قلت بامكا زعور نبي قال سو نول بل عاي ترى بل ترى ايك بل قايها يمشو كوها القفصان هاي الدين حمديزا ايك نبي قال وين لا الاليو لو ديديو لدفاعه حيا وميت حديث كاس آثار دورة وفربان باكو تميد شغل الإسلام من تيمين أولي بمجموعها ويسوغان تهي بل أساند قونة ومرسلة أولي مرسلة صحيحة تميد حديث إسكي مركز الله في صحيح ومجر لكن بمجموعها آثار سوغان ويو قصة السوغيسة صارم كون هوشة شغل كفا فايا ابن كثيرنا آدبو هوشة أصنقونا أوكينا
ابن مردويه ابن ابي حاتم ابن جرير الطبري تفاسيرته مسندده بي كو كينا قصده شناده اذن راعي زين نبي حرمينتي سي وينينت يدفع الدفاع يكتس وحكمده مالي مال ما كميدا يوم مسجد النبي محمد صوق قال عمر صوق دح فدي يحو ارك لبن انه هلكا كتنادينه او دقدواقه او سيده دهر والله صحابتي انصاري مهاجرين دك النبي يقان هوس به هلك او دغايان نبي اقتوده كو خبالن اموقده نبي هدو نول يحي هدو دنت بي حرمتي يو وينينت اولها وليي با ايو له نيمان با ري ضعيف ولا با اون مدينه كا ورقبن مسجد كان انا قن حرمديس يا نبي وريما ميا يا اسكتنا دوديو اسك دواقاي سي ددر بو شكايسنيا هل تاك تاغن صايب مركه وحور عبد عمر با انت قرر حقاداي بو ايغو سو توراي ابن يزيد صايب ابن يزيد هو يس مقاس اي ما وي وانو ايمد بو وحا واحد يشا لبدان ان ايغو ياد لبدان ان بانو ياري برو وي ماتين وحور حق ما دا هيدت وبسنيا اني سن ريم مدينه اهين qorsho xumahan reemidan aysan la iimaneyn uu gartay kooyta yihiin oo socodayeen xisaab wax badan ka qaldan yahay war maxaad ahaydeen buur waxaan idin reeda daif baanna daif baan ka nimid xaggaas reeda qif wuxuu ilaahay baan ku dhaartaa dad reemidan noqon lahaydeen ulsaan idin ku wado baan ku lafa bixin lahaa miski nabi maxamed wuxuu cod kor ugu qadaysa ma idib satan hoos u dhigo codka la tarfu aswaatakum fawqa sawti nabiy ma aha marku noola bas yahay haduu dhintayna oo masjidka nabiga joogto oo qabrkiisa ag joogtana waa la mid waliin hadda nabiga ziyaarinta dadahaan meesha ku dhawaaqays ilaaliye bukoorada Umar hadii la idin waayo dambi baa la idin qoraya nabiga xurmadiisa meel kaga dhicin law kuntum ma min ahli hada albalad ma faraqtumani hatta uj'ukuma jaldan tarfa'ani aswatakuma fi masjid rasulillahi wa 'inda qabrihi hadithka asal kiisa wad garanaysa bukhari ba soo saara waxaan ku khatimayna go'aamada noocaas ee khayrka badan ee Umar u lahaa qisaad u dheero tarifa oo dhaxmartay wadaadkii looranjay Zayd ibn Sa'na al-Yahudi iyo nabiga dhaxmartay ninka Zayd ibn Sa'na rag islaamay buu ahaa ee culimada yahuudiyad ahaa waagii dambar wuxuu ku shigeeyay dagaalkii Tabuk buu ku shigeeyay ee iskiiba u dhintay baa la sheegay la dowladanka aanu ka qayb qaatay inda ahli siir wa muqarrar way ninka wuxuu yiri asaga qashada ka sheekay anoo nabiga maana ag joogay wuri ayaa waxa u yimid wadaad ragisa kamida wadaadka wuxuu nabiga allah waa dhawayd ayaan dacwo u baxay xaq nabiga gaaray kadibna niman reebala ayaa diinku u bandhigay waxaan ku wari haddii islaantaan nool barwaaqada helaysan gabdhaha weel idin dhali geelaan dirka dhali nabad baad helaysan dibkanba waxa idin ku waa gaalnimada islaamanka oo oo haddaad islaantaan fartad mutanaysan baan idhi way islaameen buuri wax yar markay islaan ahaayeen abaar baa ku dhacday diinkii inay ka baxaan markii hore hunguri iyo sandareer ay u soo islaameen inay haddana ka jiitaan islaanka ka hooleelaan baan ku baqayaa nabi allah bal wax yar oo ku caawinoon u geyna raadib sahabiga yahuudiga ka sheekeynay markaas oo nabigu wuxuu fiiriyay nin la socdo oo u maleeyay inuu Cali yahay Cali buu fiiriyay Cali buu la hadlay wuxuu leeyahay maxaa yeelo in heli kara Cali wuxuu nabiga Allah wuxuu u dambeeyay waan bixiyay waxa maayo wuxuu roohanta uu Cali u dhiibay iyo waan qaybiyay ayda way dhamaatay nabigu markaa ninka uu la hadlo wuxuu iga warsug bay inta wax ka helay iga warsug fikradda waa fikrad fiican inta muslim gaaloob ila adduunyada dartad u gaaloob ila waa in la badbaadiye bal iga warsug halkaas aan janeys iga soo baxay buu aniga yahuudiga waxaan arkay maxamedo lacag aan ku deymiyo timir baan rabaa in aan kaaga qaato lacag baan ku hormanay salaf ama salam waxa ii jirtay 80 dirham ama dinar oo dahab aan ku hormarinaa ku siinaya waxaan ka rabaa intaas oo goosorado timir ah ama intaas oo wasqo timir oo beerta reehe bal ah ansar beeray kala beer way kala wax fiicnaayeen beer ajba ka baxay beer sayxana mid barni ah timirtu boqol nooc way timirtu wa asnaf alhumq ibn hazm akthar min asnaf atamr timirta noocyadeedu iyo duqnimada noocyadu way isleegiin baraday kala ayse ka badnay noocyada duqnimada way noocbaanta timirtu timir markuu wuxuu xushay oo aad u qiimo badan yaanu intaas oo wasqi oo timir ah ayaan ka raba مدهب لايو مالين هبل لعقتنا وات
heshiiskii baan galay buu nabigu lacagtii baa qaaday lacagtii buu marka u dhiibay wadaadkii lahaa reerkii abaartu ku habsatay ee laga baqayay inay gaaloobaan in wax loogu qabto tii baa wax loogu qabtay hawsha waxaan u yeelay ibn saxaabigu tilmaamihii nabinimada oo dhan baa nabiga ka baaday buu waan ka baaday kulligeed waan ka helay buu laba tilmaamood oo ambiyadu leeyihiin nabi maxamedna lagu tilmaamay kutubtaanna ku qoraa oona weli nabigu ku arag baan rabi inaan hubsado oo nabiga aan ka arko labadaa tilmaamood maxay ahaayeen yasbiqu xilmuhu jahla walaa taziidu shiddatu ljahli calayhi ilaa xilma labadaa tilmaamood baa lagu sheegay nabiga inuu leeyahay aakhiru zamaanka soo baxaaya ee carbeeda ismaaciiliga ee min bani ismaaciila wixii kaloo dhan waa helay buuri khaatimkii qur-aankii ummaddiisii tilmaamihi asxaab saxaabadiisi kulli waa helay buuri laakiin labadaa tilmaamood baan weli aan nabiga aan arag buuri oo maxay tilmaanta koobaad yasbiqu xilmuhu jahla dulqaadkiisa iyo meel ka dhiciisa waxaa hormaraya dulqaadkiisa xoog badan oo adag si walbad ugu xadgudubtana nabi maxamed waxaanu kala kulmaysaa dulqaad iyo deganaansho markaad sii waashaad adigu isku xaarto asagooba sii qaboobahaya labada arrimood baan rabay inaan aan hubsado kadib muxuu rabaa kadib wuxuu yidhi san hawsha u hubsado xilliga aan ballanay oon la gaadhin oy maalmo ka dhiman tahay baan isoo daayay waxaa ihi maxamedow xoolihii adiga qabtay baan kaa rabaa 70 wusqi ama 80 wusqi timirta halkaas soo dhig intaa idhi baa nabiga weliba ku boodoon kuleetiga qabtay oon jafaali xoolagiisii maxaad iskugu dhashiraysaa waa idi aqaana reer sautiyiinba reer bani cabdilmualib waad ku xuntiin dayn bixinta markaad baahantiina wax nasiiya waad ahaysaa hadhowna daynta bixin maysan reer idinka liita intaan oo lama arag nabigana waa halkaasan hayaa buu lama gaadhaada xilligii ballantii lama gaadh muxuu rabaa nabigu inuu ka cadheeyo fiiriyo qaabka u dhaqmo suubanu calayhi salaatu wasalaam nabiga asagoo degan buu ilaahda wuxuu uhi ballantii lama gaadhin diintana waan ku siinaynaa reer cabdibal ibna carab nimanka u gobsan weeye maxaa dhib oo jira tartiib kadib waxaan arkay buu nin ag taaganoo indhihiisa u wareegahayaa oo dhiigantamaya dhiigantamaya ninka waa kuma waa cumar ninka indhihiisa wari cali baa la jooga abubakar baa la jooga saxaabadan ba cumar waxaan arkay buu indhihiisa sidii ay u wareegahayaa kal falag fadaadiir sideedaba indhiis u wareegahayaan buuri wuu kullaaday wuu gubtay nabiga kuma dayni marka wuu hadlay cumar hadalkiisii baa idinku dul akrinayaa wanadartu ilaa cumara waidaa caynaahu taduuraani fii wajhi kalfalak lmustadiir uma ramaanii bibasarihi waqaala yaa caduw allah ataquulu lirasuuli illahi sal slam maa asmacu watasnacu bihi maa ara fawaladii bacathahu bilxaqi lowlaa maa uxaadiru fawtahu ladarabtu bisayfi ra'sak wa rasuulu llahi sal slam yanduru ilaa cumar fii sukuunin watu'ada wuxuu ihi cumar waa warkiisa waa cadaystay wuxuu ihi cadowga ilaahayow ma rasuulka ilaahay baad ku leedahay waxaan maqlayo ma waxaad ku samaynaysaa waxaan u jeedaan arkahayo ilaahay baan ku dhaartay haddaanan ka baqayn nabiga inaan gacan dhaafo nabigu waa xurmay inuu gacan dhaafo amarkiisa uu jebi waa diidan yahay ninkanna faruya qaniinsan yahay faruyaha wuxuu ku sameeyey seefta ma qaadisaa sidii munaafiqii oo kale ma ka dhigtaa mise maxaad samaysaa bay ka taagantahay allaha nabiga xaq u soo diray baan ku dhaartay haddaan nabiga inaan gacan dhaafo aanan ka xumaanaynin waa ku dili lahaa madaxaan ku goyn lahaa rasuulka ilaahay cumar muku hadlahayo hanjabahayo si tartiiba ayuu cumar u fiirinhayaa isagoo degan oo xasiloon cumar baa lala hadlay marka nabigu wuxuu ihi cumar buu la hadlay cumar wuxuu ihi cumarow yaa cumar ana wahuwa kunna axwaja ilaa hayri haada an ta'murnay bixusni alada wa ta'murahu bixusni atibaaca fiiri gobonnimad u fiirso baasha waa loo dhashaay wuxuu ihi cumarow aniga iyo wadaadkan yuhuudiga ah dil iyo dagaal waxaan ka ahayn baan kaa mudnayn maxaan kaa mudnayn ana inaad jiraado nabi allow haddee dayn bax dayn baa laguu sheegto xoolaha iska bixi inaad idhaahdo asaguna aad jiraado war waxaad leedahay xaqaada si gobonnima u raadso war adaguna goonimo deyntaada u raadso nabi allow adaguna si fiican u dayn bax intaasaa fiicneed bu laakiin hanjabaad iyo qoor baan ku qaadahayaa meesha ma taal laakiin cumar nabiga lagu xadgudbahayuu arkaa kadib wuxuu ihi cumar oo orod
xilliga ayaan la gaarin mar hadduu ina qabsaday xoolihiisa si hantuu nabigu meelku uga baray laga siiyo waxaadna ugu dartaa buu yidhi laba toddobaatan kusus ama sideetan kusus waxa ugu dartaa labaatan u raaci labaatan dheerada nabigu waxaan u siinayaa intii aad ka naxisid ka argixisid sababta oo la baxday oo isku xaari gaaray wadaadku magdhaweedu weeye gubanigu fiirsaa nin loo dhaarto cumar nin dhaha wareejiyey maxaad ka sugeysaa soo ma naxin oo naftu ma qabanin magdhawgii weeye buu intaa waa xaal iyo xumayn labaatan wisqina u raaci marka intaa uu nabigu cumar farahayo ma maqlahay Yazid ibn Sanca wadaad jirta yahuudiga ma maqlahay mar waan israacanay hantiisi baan siiyey labaatanka baan ugu daray markaasuu labaatanku maxay ahayd intaydu waa tani nabiga amray buu inaan kugu daro maadaama aan ku cabsiyo argixisa kugu noqday maalinkaasu islaami saxaabigii Yazid ibn Sanca صنعها انت ودن بيسويها لصوما تلمانتي ورادين اي وكوها بسدي واجد دن بيت دقال كستو النبي وكاقيب قاتو وتقي جري هدو النبي قد دولان وبحوا راعي جري حتى استشهد او استشهد اي في تبوك اذن نكلا مزو حور حديث كامركو كاللي وهذا حديث حسن مشهور في دلائل النبوة تذيب الكامل كسيدا كويل هذا ابن ابي عاصم باسو صار ابن حبان طبراني غير كوتبة حديث سوغموي عمر مرك مرو البو قدر ايما النبي ان لوحد قد بيو شربت سمير لقا قرد عايو لقو لقا عن رافا لحو مين ايو ان لقدرين اينين بهدل لقصة مين ايو قبن ما اسلاني موجن جري يتعيل النبي عليه الصلاة والسلام بموجن جري waa kamid waxyaabaha ku sii nabiga jacaylkiisa iyo difaaciisa iyo soo weyn jiray Fatima u yare maalin maalmaha kamida hawl intii looga sheegay dhiman agti gurigeeda ku shiri jiray wuxuu uu ka baqay inay fidna keenan ayaa looga sheegay markaas uu tagay Fatima wuxuu riyaa binta rasuulillah rasuulki ilaahay gabadhiisay wallahi ma min ahadina habbu ilayna min abika wama min ahadin ahabba ilayna ba'da abika minki wuxuu ilaahay baan ku dhaartay ahad nool bini aadaman rasuulka ka jecel aabahan ka jecel ma jiro aabaha duu xijaabtayna ahad aan adiga ka jecel lahayn ma jiro ahlu bayti rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ahadu ka jecelna ma jiro cumar saadartiin caruurta yar yar ee ahlu baytiga cali dhalay ama faadama ka farcamay ama xataa reer bayl abbas ahaa xooluhu siiyo musharu siiyo caruurta umu siin jirin usaam ibn zayd wuxuu siiyay abdullah ibn umar muusan siin jirin ribna hashim xooluhu siiyo ribna cadi muusan siin jirin wuxuuna oran jiray nabiga ka dhashay asagaana idinka jeclaa wuxuu ku dhaartay in ayada nabi maxamed galaashi ruuxu ka jecel yahay uusan jirin ayadoo sidaa tahay buuri anoo sidaa kugu jecel nimankan fidnada wada hadaan kugu arkay oo meesha ku shiraayaan buulkan gubahayaa iska ilaali qaybta dambe xarqiga buulka ah wadaadaa xugu dacfi ku sheegana kaar ku tilmaan laakiin inta war xadiidku waa xadiid sugan hadduu arka nabigu calayhi salaatu wasalaam dhibaato adduunya ay ka muuqato cumar waa baroran jiray waa ooyi jiray nin aad u qalbi jeclisan nabiga jecel ayuu ahaa oo danqada maalin maalmaha ka mid xadiidka dheeraa nabigu soo booqday usoo galay aman duhura galow nabigu ku jiifay ama darin uu ku jiifay oo wax gogola ka xigin oo go'uusan ka xigin oo maraysan ka xigin iyo nabigu ku seexday darinta ayada ama galaha asaga kadib jirkiisa baa mardin buu ku sameeyay raad buu ku sameeyay hawdi la sameeyay la falkii meesha iska qabataa deewa diilin bay kugu sameeyay soo ku qabanaysa galowna waa aragtay xarigi baa ku qabanay Nabi Maxamed markii intuu kacay fadhiye gali ku fadhiye jirkiisana ay ku yaalaan oolihi ku yaalaan galaha oolihiisa ama cawdi ay ku taalo ayuu arkay markaas uu ooyay Umar waa ilmeeyay Nabiga Allah uu maxaa ka ilmeeyay Umar loo ooyaysa wuxuu Nabi Allah adduunyo xumaantadan la ooyahayaa buu Kisra iyo Qaysar dahab iyo fidda iyo waxay doonaan bay maanta ilaahayaan sariiro waaweyn bay iskaga jeefaan adduunyo waxay ka damacayaan ama ka laacaan ay ka calmadaan bay ka helaan adigoo rasuulka ilaahay ah oo adduunka axad ku khayr badnaa ah oo wax walbaba ilaahay uu ku siin karana sidana maanta dhabarkaadi iyo jirkaadi yahay buu nabigu wuxuu yiri ama tarda ya umar an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah miyadar hal ku ahayn ayagu adduunka inay wax moodaan oo adduunka iskaga bardoodamaan annaguna aakhara aan ku raaxaysano oo adduunka ka zaahidno waxa jira soo adduunyo ma isdajiba la yiri oo in male marka nabiga xadiidka saxiixinka ku yimid garanaysaan nin aad iyo aad marka nabiga u jecel u xurmeeya u weyneeya haddii lagu xudgudbo u dhidhiyo u heeliya haddii dhib yar uu ku arkay ilmeeyo ilmada doogu ahaa dadna wuxuu ugu jeclaa rasuulka haddii rasuul laga tagana wuxuu ugu jeclaa
آل بيتك ضدك مرك الدون يا إن آل بيتك عمر سكهر كيرانا مسلمي ومنافق زناد قوي دي قدون وبنايا في الحل والحرام ماشي لقوا أركانك قاعد قال مريو هذا قربان دي الشيء أنت سيمبركا وأنت سانكوس أورونيا وعمر وحو كجد وأنا صحابة ورقن أولها نين والبا مسلمين توح أطري وحو تعلنتي وقبل كده ما لينك أيضا أنا ووها ينشري أبا لينك لا أرق بان نين جوز سلام أرق أبا لينك أنا لا أرق نين جوز أنا لا أرق عمر باقل يشري جود يشري نبي محمد باقل يشري حقنا جود يشري هدو أود وياينا إلهي سبحانه وتعالى وحول يشري سيد أبو بكر وكله ما لين ما لما كمدا اصلا باكشكي عمر بن صور عبر سوقا سؤادنا انا قول سوق سعنا يا هواني باكسو دوورودي بوري غبار ير وناق دحاد ايا كسو دوورودي عمر با اسكو دجيساي وحيتر يا امير المؤمنين هلك زوجي وترك سبيه صغارا نينكي وا دنتي ابار ادقنا وا نوغ دحداي حرور يريرنا وا كاتاي نينكي إلهي بان كو دارتي وخ لو خن اسك داي ميچيمو يدلان ديل مكرسدان بي جيردو مسارتا بدر يا بيرنا ملها عندو ايرمان ما جيرتو وحانا كبقى يا بيت الهدان سدا كو اامسو ان ابارتو اي باب ايسو يسا كو دمادان وحانا هاي جيرا انو ان كو نصف شيكتي خفاف ابن ايماء ابن رحضة الغفاري قبدي سبان اي جيري صحابي وقرني بيكون أكثر ستي وحيث لو قد شهد أبي الحديبية أباه يدقالك الحديبية أدوك بأتوك تي غزوة الحديبية كقيب كليت نبي قل لجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنت مركيت العمر وايستاج الشك ما لقى بالله قتابتي قود أرضي قمامتي عمر حرمتي سان يجين الله عظي إيه هذا شيء على عشي وحن ضمر وسكو أركتين قصة ما يصير مركو يلو ما كيتين وحنا هاي إنا خفاف ابن إيماء من رحضة الغفار بان أهي وإستاغي ما بدأ قاقين بوري فقال مرحبا بنسب قريب سو دووب على شا دوبات شاك تهيري بواناك سنو دوبات إطابة طيب مركز قريب كن نقضي أصلا باك شاكيني أورتي چوك تيك تيكو إيو حوك بدنا أيو راشين كبو حيبو تو فريسي oo kabaal lagu xiray heeriyada saaray raashinka qaban lahayd ayuu afar xarshimood saaray thumma sarafa ila ba'irin dhahir dhahir wa muhay wa qawiyu dhahr ba loo wartiga dhabarka adiga wax alba qaada 12 jirka horta kala xoog badan ayuu raashinka soo buuxiyay qiraaratayn laba xarshimood 200 way oo 400 kilo raashin uu saaray ملأهما طعام الراشين بكبوحي قردنا وحي أسارة وقل قريي در يرون وحكاية لعون قريي ما إيدان يكوصارها هتيكي بسوك حي قبادي بحقان كسي أولي بحور قبو كحيسو عرطة دي لأت إلهي بان قدرت بحوري انتو انتا كادا مانيس إلهي بان روب كيني دونا روب يبركة إيمان دونت هدي وحلوائينا نقصو برعلي رتيكي لانكو بصور راحي صحابي وحنا قلنا سعودي رجع ودم عيد عمره كون مسكين وما قال الله يكتري حيو يربى كف الله لور بكف الله نيع بكف الله جد بكف الله رتي وين وقاشة ولا بيتمنجرة حرش ما كبوحي أدر كبوحي أدون كبوحي وسنكر وحول بصار أو إيدان صار كوسار صار كد من هذا نوب بلنقات إنه سن إلوب إنه إيش هو بالك بال إيش بالك تكو هينا كور قبي حيدا واد كوباديس بحول ورما هيسانا اموس غبدا ميا تقانا هويدين هيدين ويدو غبلمه غبدا ميا تقان ايدا وحول ابهيت خفاف يا ولالكيت وينو خفافا او وحان غرنا يا بنتي نبي خيدن وديباي او قلعت عنقبتين كو قبتين او غالدي جبيين غنيمه اي كيرين ان قيبسن نو ولي وحنا سي ان لينا غبدا وا انا خفاف بوري نينك اسلام كمالكا وحتري ee gaala kala gaabshay ba dhalay gabadha gabadhu gabadha lamid maaha waxba dheer tahay qad dhakarta binasab qariib isku qoys ma umar iyo iyo khifaf khifaf wa ghifari abu dharbi qarabayhi umar wa ibn adi wa nin quraysha waxa isku yimaadaan 20 awo kadib ama ka badan somali inta isku jirteen ka badan isku jiraan
نصب كلا كم شيء واقه دينته ودينته واحترك الجهاد كي هلقم قال الله يا ونجي صحاب ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه ليبكي هلاني نبغ وحسي أن لنا وحنقصي نبغ نفل في عبو إذن سي ضدك وحنا ثري مالك وحيل كرو وأنا وحترو له عمر وحترين مزه دينك وحترين إسلامك وحترين هذيك الزعل بخاري بس وصارا وحاكم إذا وحباك وتصا يا إنه وفئها لمن قدم في الإسلام شيئا نو والبو إسلام وحون ترى إنه أبا الجود شري مالي مال ما كم إذا ضرب ضن ولا كينو مديان ولا كينو عراق لقى كينو شام لقى كينو يقيبنا سيدنا عمر وحو قيبين دمر كثير من الحجاب هان وحو قيبين أي مركز وحاسو هاري هل شو آذ ونعكسون وقرح سنبا سو هاري وي قواري مرقالاتو دادك اللي فده وحال اللي شو قان وحكو ونعكسين هاي قواري نامي محمد الله وحده قواري نامي محمد مركز أوقب عمر واته ومكلثون ومكلثون قواري بنت علي ودالي يريدوي وحال يا أمير المؤمنين واتقا ناقول يا مدحوين هل شو انت بدو حيك عليهين مدحوين وحكيه لا يا ما ساقو دنتي سي فامل كيسين لا قالها انت بالويل كذا سي عرك وهيب الفير بالاسلام تهب لا كعلي هو وحا لا غرادين هيا سمعاد يا مغع يا قلب جريع با مدحوين لا غراديا قولي هن عملياشا وحا يقانا لكن صحابه وحو اركا هيين ان اي ام ضنت هاي غبدي نبي محمد بي عادين عمر كما قنع غبدي عادين عمر لكن اسوغ وحا ودارن فرك لا اوتاغ وحور مايا وحور ام سليط ام سليط عفوا حق به ام سليط باج سجوغان سجوغان كوم يا ايدا مدن بور ايدا كو حق له ايدا عيد ولبا كم مدن مد كان قروح سنه سو هاري غبر مر قاداتو ادر كلبا كفيعن عيد ما انت استهشبوري ان لا سيوا ام سليط ام سليط وام حيبور عمر وا غبر انصاريت بوري والنبي قبي على الله شيء مالك أن أحد قال لما يننا سفرارها قبل النوت تلسي عقدها بيها النسيني سويب هجابوا الغضي أبتكي بدبو قاضي أحد بكل أبتي هوانك أنصار بسوف فيري قبلها ما أنت شو مالك أحد أي إيش ديكتين أن شبني قال أسكو كايا تكتي إلى هنا نوجر جارا قال نوجر جاري قبله نفط هذا إيه بس ذي النوت تلهاي سبرارك مكو دلعت لها يبيها كب حي عانها كشبة يصوبك كشبة ملب كشبة هي قرمان يسي داو عدل دل يسي قوار دها سامان توم مدن بوري قيدة بالله يري فرتو كساري ما سيدبا لفإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد قال عبد الله البخاري تزفر أي تخيط وينوتو ليسي حقود يا قعنتي يا أبالك نوقي ستي أم الصليط يوم أحد مسلم بيوقش مع عمر بيوقش مسلم بيوقش عمر أبالك إسلام لوغا نين قدو وفيا وحنو قد بينا من أقوال الخالدة عمر وحكتكي حكموين لحل قلعة وملو بطاوانيا وكغتل مانا أصحاب تكالي وحيربان كسوقاتني كدير موضوع كلان قد بينا الإمام البخاري في الأدب وحصوصا رأي غير كيبا إنو أرنجي سيدنا عمر مالي مال ما كمدا أيوم صومري مساجد مركز وكودات خطبين أيها الله أيوم حاضر تشيدني وخطبة الديري وهذا الكترمي أو دلد اللاعي أو صرفي أو تعتعي كدبوا نكبوا الله الله وحوري إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان الشقاشق وجمع شقشقة شقشقتنا ودوبيد وطوبت طوبت ارتكو صوت ورسمان ارتكو قوارد باشا وين صوت ربوفنك بالك عروت بوفيانو ايه باشا سا شقشقة الليل هذا سو ارتكو كمشان قريو قل قل انتو سودا ايه كمشان قريو مقو حو قل 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 كمسيو وحور هذا ارتكوذات ميل تاران او دروريا ما ايه دلدل ما ايه هذا الكديري ايه دادك الرقيزين ايه كسوقات ريتي دوبيد سار هيا وانا ورشق دان بور وانا ورشق دان ان كثره الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان اسك الى لي رجل خطبه مسعيد كخطبيه خطبه غابيه صلاه ما تو ديريا ان يرو وانا اله كعبسده نو دعيه نبي كسليا ايات قران قجع كسيه واقيم الصلاه نقضها
waxa iriga daaya wax ay tarayso lama arko waad maqli ninku yiraahdo waa dhawayd baan muhaadar hebel fariisto cilmi baan ka faa'iideystay kaliba wadaad meel ka jeedin hayaan fariisto misalan ka fahmay xiru ku dhaa ama wada inaad laga yaaba laakiin khudban maanta wax ka fahmay ruux ku dhaa arki mise khudban maanta misal ay ka baxday xiru kule ama caami kule arki mise sababku waa maxay anu waxaan u maleeyay waa malahayge inuu malashayda inaa laga yaabaay ikhlaaska iska yar wadaadku muko meesha soo fuulo wuxuu iska dhaadhicinaya dadkan qanci ku soo fiirinaya ee khudba cajab qabto in la yaaban dhagaha ka gali helfaha uu qaad ridayso ha ka amar qaateen wadaad bala inaad tahay maanta ha aamineen xisaabaadkaasa ku galaaya xisaabaadka ku galaana maxaa dhintay ikhlaas ikhlaas hadduu dhintana كلمه نعف يال ميس كلمه نعف يال ميس ولذلك بعض السلف هذول هذ كان وانين يا مركو استاغو هذ دك سور كردان سو فريستان كلمه وجوجين جريبه افر شيخ ورب الله الله وحو شيغو هذ 10 نقدان هذ كو جوجين هياب حاجه نيه بس بتشوله مركو ودادان افر تا اير اسكلا شيكيساي اايده مرتي لبتي هاي جلي سبوري دك كان قنع بلشده قنع ونين فصيحة وبليغة ومتكلمة وهضلعة اسكدك وأفمال هاوشا ضيت ودنا شيطان ما مشي يمد هاوشا اسكيلالي وحاكم إذا كلموين كيس خالد دا آية وحكو أولكا إحكموين كالنقضي الاعتزاز بالإسلام كلمة دا كساب صني سيدنا عمر وكيب بحي شام تاقي مركو حلك اللو وريقي أبو عبيدنا أوتشو آقا أسكا عمر ورتكي سي سارم باو حلقو صوب بيقمي ميل بيفرديان laag ama farq way inuu biya fadhiyaan baa lagu soo beego oo in la jeedaba mooyaan aan laga aan la talaabi karin Umar fitigiisii buu ka dagay khufkii buu siibtay kabihiina waa siibtay waana xaytay dhiiqadii biyo u dhaqaaday waana amirul mu'miniin Abu Ubayda Allah wuxuu riyaa amirul mu'miniin adoo madaxweyna oo nasaarada ku fiirinahay oo yahuuda ku fiirinahay oo lagu sugahayo waa maxay sidii islaam كبروا حق دي قد ودخ قادي حق الضوبه فرها ولا قلي حق يد حيدني ما فرس كادو سام رتيغا ما ساسن كو تاغتيد ما هي لدك بلد كا كفر من احوينا مسلمين تن تص او وكا دوبه دخ قاده هيا انغا بهدل بين او تهاي سدا سو ابو عبيده يدي عمر محيري او لو يقول ذا غيرك يا ابا عبيده جعلته نكالا لامه محمد حكو وحوري ما هذلكاسي نيمان اديغا هين مانتا مودو ابو عبيده وكا عبسن عمر والنبي محمد با ميل الا غيي ابو عبيده لما دوان كرو ابو عبيده نيمان اديغا هين مانتا وي دامه كاسوبخدا ابو عبيده حداي كاسوبخي لهيد نيمان اديغا اهين سانو غراعو امه محمد با كو عبر قادن لهيد بور وحان كو دغه ما نينكا اسغا كدي بو لا هلي وحو ييري وي دان ربوات انا كنا اذل قوم ابو عبيده وي كاسوبخداي بور بناء آدن اليهودي النصاري الرشام بعد شرف كرادين زي عزو مايا ويكام مقنطا ماشي عزو جرمادا آدن إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام بناء آدم كدوني ذو كنور نيمان كدتك أقود الله يسنبان أهين برادان عربنا ورنتي ريك سرابة دقمي سنجري وقيسر بقمي سنجري وملوك تحمير يمن فريدة بقمي سنجري عرب محايا هاي نيمان قناطا وقاجبا بإسي مرنا حبش وحور راتسدا مرنا هلكاس رحلة الشتاء والصيف بكايلها عيرسدا اي اهاي نفطو هيسو سوالي امك بكشكيسا مركي انت ابارو كدعو بكايلها يوغارسدان ويسكو عايان ديرتي ابارتي بكايلة قلت كيدا هدا قنطي اهاي قفرارتو وحبا اهين قريش عرب ددكو الدنيا يكونوا ددكو يقول لي تي اهاي الهين محوكا دقاي ددكو امبضو وقصرين محي يكونوا غدين بالإسلام عمر هو شو رامينو فانسي إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا أذلنا الله حلو مركز تون اسكود دينان عزة إيا شرف إيا قول إيا قبرنا ما كوه الله وضادي إله نقول عزة وضعان كان هين وان دولو نابو إسلام كاربي كوه عزة أمد الدين كوه لك بق بق تاني وحبا ديق الله شريس كتشوش دادك عدالة دي إسلامي ما كوه لقان iska jooji laakin ha iska gaadin anagu dhiiqada jeerayna yaan sankooda aan kala leysaynaa hadiidkaas waad garanaysaa
waxaa kamida xigmooyinkiisii taabada galay iyaka wacatrata shabaab, iyaka wacatrata shabaab, iska ilaali turunturada iyo kufmada dhalinyarada oo kale, ha degdegin xaajooyinka ka fiirso, ka baaraandag miidaami xaajada, gorfee lafogur, kadibna go-aankeeda qaado. hawsha waxaa ka sheegay qabiis ibnu jaabir al-asadi baa ka sheekeeyey, wuxuu yidhi anoo soo xarmaday xaj soo xarmaday ayaan yaan cawl ama garnuug baan yaan dilay buu yidhi, leeb baan ku dhuftay way dhimatay. hawsha baan haddana maad culimmada weydiisid, waashu waad khaldantay, nina markaa aqoon badan lahayn ba markaa hore. cumar baan u imid oo xajka jooga, su-aashii baan weydiiyey, nin aad u cadna uu garab fadhiyay buu yidhi oo weji dhuuban, cabdiraxmaan cawf buu noqon doonaa. cumar baan weydiiyey, cumarow maanta anoo socda ayaan ugaar dilay, maxaa isaaro laygu leeyahay? ninkii garab fadhiyay casaayo quruxsanaa wejiga dhuubnaa buu weydiiyey, wuxuu yidhi maxay kula tahay neef ari ah, ka badan miyaan ku xukunnaa? ninkana wuxuu yidhi waa ila tahay neef ari ah ku filan, garanoog iyo cawl neef baa lagu dandhabaa haddi neef ari ah. markaasuu yidhi neef ari ah gowrax dhiiggaa daadi. markaan ka istaan dhallinyaraan ahayn oan kacna baan idhi, amiirulmu'miniin madaxweyne muslimiinta masaladii garan waayey yuu wuxuu weydiiyey wadaadkii la fadhiyey buu weydiiyey. warkiiba cumar maqlay wuu ii yeedhay kaalay, aqoon darradaadii haddana midab darrad ku darsatay buu, aqoon darradii midab darrad ku darsatay, haddana xaramka ilaahay joogin buu yidhi maxaan kugu lafbixin lahaa? budh iyo ushi ayada ahayd ee shayaadiinta lagu edban jiray. xaramka ilaahay baad wax ku dilaysaa, su-aashii diintiina waad ku ciyaaraysaa, idab darna waa la timid, waxaad istaashaa in lagu baqdhabe, laakiin anugu ku jilcin maayo, xaram baan joogaay, mar dambe haw noqon. kadib wuxuu ku yidhi ina fi linsaani casharata akhlaaqin, u fiirso cumar, xakiim wa min xukamaa hadi lumma walaa naclamu axkama minhuba, an ina fi linsaani casharata akhlaaq, bini aadamku toban dhaqan buu leeyahay buu yidhi, tiscatun xasanatun wa waaxidun sayi-un buu yidhi, toban kaa dhaqan sagaal way wanaagsan tahay, hal midna wuu xun yahay buu yidhi, wa yufsiduha dalika sayu, sagaalkii dhaqan ee wanaagsana waxaa baabi'iya oo khariba, halkii dhaqan ee xumaa dabeecaddu xumayd baa kharibta. oo maxay tahay? iyaaka wa catrata shabaab, iska ilaali degdega dhallinyarada, kufmada dhallinyarada, turanturada dhallinyarada, xaajooyinka ka fiirso, isha ha ka ridin. idan soomaaligu way yaqaan, waxay dhahay hal barur baa baruro badan qurmisa, yacni shayga fasahaaday dhib badan buu keenaa. umuuraha ku degdegina, go-aamada ka fiirsada, tallaabinkaad qaadaysaan ka fiirsada, ruuxaad xukumaysaan ka fiirsada. iyaakum wacatrata shabaab, waxaa ka mid a xikmooyinkiisa uu ka tagay, callimuu awlaadakum alcawma wa muqaatiliikum alramya, war caruurtiinna iyo ubadkiinna dabaasha bara, ciidankiinna iyo ragga dagaalamana toogti iyo shiishka bara, labada waa loo baxsadaa. hadda waad aragtay sunnay noqotay adduunka, waad aragtay waa la raadinaya caruurta yararka ah, saday usoo dhacaan baad biyaha lagu sii daynaya, waa la tababarahaya waxyaabaha haddii la bartaan la iloobin bay ka mid tahay dabaasha. soomaaliya waka maamad waxay yidhahdaan lafada baal yaqaanay ma shiidaan, nin dagaalamayoon shiish iyo toog aqoonina waxba kuu qaban mahayo, waa inaad tahay qanaas, ninka qanaaska shiishahanka ishas daba dhigaaya, ciidan badan buu kaaga filan yahay, wuuna dheef badan yahay. xikmay noqotay muslimiintu la hadli jiray, xikmadii baa la qaatay, waa lagu dhaqmay, toogdhisad baa la bilaabay, maalinkii dambe wadaad madaxa la qaaday, rag toog dhisan haya oo shiish baran haya yaa leeb ka fakaday, yaa wadaad meel suuc madaxa qaaday. cumar baa loo keenay, cumar waxaa le tababartaadna tidhi baasha aan bilowna waa la eedayo, wadaad hebel baa madaxa la qaaday. wuxuu yidhi waa khatay, waa sami qarbo, ninka soo turan la garan maayo, magtiisi baytumaalku ka bixiyey, waa la wadi buri toogtoogtina wada, dadkana iska ilaaliya derbiyada iyo meelaha cidada ku tababarta, maxay waa maslaxa muslimiin, waa agab dagaaleed lama joojinayo, caruurtuna biyaha saysan ugu hafanna ugu dhimanin, hala bara dabaasha. kadibba waxaa la magti yaa qaadanaya, ninkii dhintay laba ma yaqaanin, wax re-odoogi aabbihii iyo walaalihii midna ma naqan, yaa yuu la noolaa? abtigii baa soo kariy, abtigii buu la noolaa. alkhaalu waarithun man laa waaritha lahu, magti waxaa lagu wareejiyey, abtigii baa lagu wareejiyey. waxaa ka mid a xikmooyinkiisa khaalidada ahaa, wuxuu odhan jiray laa yabic fii suuqina haada ilaa man qad tafaqaha fi diin,
ما أقولين إنه سوق المسلمين تو كجنا عصدا نمان دين تأقونين عمره محاجرة علينا ويكسر قنطاي وحور نمان دين تأقون هذو جنا عصب اللابه وتاجرون نقض إيوه بيسنس مان أون نقض ومضوا ربع سينية بيع وخربية حارنت النوقر النية بقت وسوق السوق النية إلى هيك عبصن ماي غش يدقر سعر بر يبلاي وكيري ساهضيه دل هي لها وحكمة عمر وأنا أمر ديني هذا اللي قرق ملها دبك المية اللين يوح ما أنت كده هاي وحاكم هذا حكمين كيس قيمها بنا لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا حوري هذا واحد شعلاني هكون نفضحن هذا هو حنعنا هكو قالوبين ودحيه أصلا باكشكي أصلا بايدي وعوار كانوا روح عن شعلاينا كنا في بحاية كي أنا سكود عنانا هلفا وقاضاي حريا أسلم كالي لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا حالي بس يكون عكرتا كلف قوام حي وروح مرك وحد شعلا هذا أنا اسكال الرياب كلاحين سيدا إلما عررته كالي وحكونا في بحاية إلما قلهم ما قبيا الله كاري ما تسوه أيو واسكو عيلكام بنفطة كبحي ودبري إلا وعي الله سيو مرك حبك النوع عصا كلف كالي دادا هذا واحد شعلان وروح كالقعيل وقادي أمام إلهي درتي أما هؤلاء كلام حسابي نكالي باشو عاشها النقطة يوري عاشها النقطة هكونا في بحينا هذا روح نعيسان لف تركيه دو هكو كل حتى قلنا وقال لي ما هكارسين باش سيدا قال قلونا عبا روح هون نعينا إيفصر بايل لا يحب لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا إيفصر حوري إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف السبي بالشيء يحبه وإذا أبغضت فلا تبغض وفلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك مو فسري هذا نين روح نعي سووري هنعي نعيب قارسيسا إلا تعلاتون ولنتو إلا هو يعلم ولنت صوقو كذب كاقو إلا أمرك كقود عضي رباشو دبا لسكت علان دونا وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منكم مودة دعي كرتية ترتيب سو إذا لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلف وحكم ينكس وحاكم إذا حكمينكم كتقي خالد لها فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير وحورنت الدين تحيف سهادة علمك أي فقه أمرك كي ما دو حق ضلين يا رضا أما كي ما دوتك أن مقع على هين يا متل أمل اللي يدو أما أن شرفت لهاي سيدنا عمر باروني محاجر الله يلي دوتك اللي يدو هذي علمك الدين تأيقو أي كتما أيقو حنباران كوا كرا كبروا سنك تاجو الدين كقدان مايا ما أنا إنه بلو إنه متجامد أما إنه جميل وحكده جيسن ورونيا جهل يبغى سقوط دمانيا كير علم جيس لقى حمبار مايو دين تما ماشوا كده مايس هدي نير ودين كبرتو علوم رجوا وين يا عام النقدان وده يقول حكف أنا هيا ما كوري إنه بلا هاي شلقة ولا قندر كده كجويسي بياض ما أنت عشر كده جيسن سنك يتاجيا ده أبا يربور إيو ما عن وناكسنين هذو علم وقالوا دين تا دين توا باب رابور كي ما عايلها يسوي رويال فاميلي سو شيء وكبير بقاعد وحمانا هذا نين كان إيه قميت كوا حكده جيسناي قدي وحدي ما أنا ويل كي روس فاريز سناي مرك علم وها وهلا ولاك سمي يابور دين تو حيبة بعدا مرك علم وكي ما ده حاجة ويا لا ده حاجة ضدك الشرف تله آل بيتك أشرف ضدك مرك علم وكي ما ده سيدو كلا ذاتك علمي قلو كيما دا ايوه ناكسانيت هدي فسادان كاو الرب هدو وايلكو كان فساد حقيب معاقو رغم هاي علوة دي كان فساد او عقاشو كان فساد او نبضون كبيرقاتا كان نقضو او انكي اها اقاسكي او عرقاتا كان نقضو محاكو بدبادي ومشكلة دا انا هيساتاو ايهاد مشكلة هاد المسلمين تا هيساتا تواريخ دو ادن بيسولا نبكاسا اتشرا هذا الكيس وحاكم إذا فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير وحاكم إذا حكمين كيس لست تعرفه إذا أنكو قبل قبانية لست تعرفه ما تقال إنك أسقع وحي كتمت سيدنا عمر دي عالم بوها أمير بوها قاضي بوها ننها ولا بضن بوها نوال بمسلمين تكا أنفعي سوى محكمة الفردية أي أجر لوكيني ودريست معاي نبي الحلاس أي جنب قن وشكت وضوضي مخاطك هذا كيس مخاطك بزوجتي مخاطك بقول من قرن هاي كم أقانه إن أنا كأقول إن كل بيميسه
يا كوي قانا فور نلفدي يحوري سيدي سيدي أنا قرنا إنن كان سجا أنا أقان أنا أقانه وأني في عمبور عمر مرك هو قان سيد مسود دربي أنا أقانا لو أن قان خاص ولا حيسموه سنوجيني يحوري بس ما حد كت قانا وحنكو أقانا بوري بالعدالة والفضل نكبة وحول وحنكو أقانا نكوا عادل وأن خيره قبوي لو قاتن إن مرجلي كروي سيدنا عمره مركز رواية هاي مدرس باتي إن كانوا وواحد أكتر حلو كل السوق اللي حلو وكبر هذين كوح وقبطه ودرس درس وكور قباي مدرس نما كبراتين إن كان ما يبولي إلا مدرس وحول رواية هاي ما معاملة عن الرحمة جناعسي ودينار يذهب يدرهم بين الرحمة ونمنع الحجارة الرحمة طي مياتهاي مياتينو لقول أقول إنك حال ميرت كيس إنه ورعي هي روح وحاله أقول هذا مركب معاملة الدنيا الرحمة وإذا ده سمين أرق سيسوق عليه إنه سكوك قرقر يصير سبقو تكون حقوش لما يسكو يلا هيا دكان بيسلف فرن هيا جناعسي بيسود ديمان هيا وحوي يسكو آمن هيا ما لك سوق كاردمات صف كرو كاغو هريا شن جسم مالك اخريا اما توم بو اخريا با سنه كسنه و عمريستا شن غور بو عمريستا وار حجيا بقول شيلنا كهلي ميسيد داي كاغشو خاين فريزه كلا حداي او توغ او شقور ضاموي مسايد بو حنانا كوك غروهدا لاي كيرا غروهدا لاي كيرا وار اوغ ايدنكو اوغتي وذا ده ما أنت جوا وح أمانة ذا كغلي تمشيره عامرة دانتا وذا الصماء أنت وحدي من لهيد أنا وكل هذا الله كده عام يقول ديبو حقوق الناس إذا لقي إسك إلى ما يسمبران إن سيدك الله حكم هو يبرتين حق الناس إذا لسك قد دوره إيه أمانة لسك إلى ليه إيه شيل إنك ألفان أيام إسك قد دوره ما يسمبران gaajay ku soo koreen xirnabay soo mareen waa kuuliyihiin inay idan laqaan bi doonay runtay idin sheegay shamaray hawsha ma diidan tahay wax badan baan ogaanu wax badan baan ogaa wadaadu ilaahay ka cabsadeen ummada horyaalkooda weey waa indhahoodi waa doorki waa labeenta ummada لبين أمم ما كاتاينا دان والبو وناك أمانة ذا باقو وناكس معاملة ذا حلال ميرتك حمان إسك إلالي انت إسك إلالي عام يقو حق الناس انتو ضدوبو ضدوبو بالاقي كنشلين إنو شان سنة هايو نبا دوكان كي كتاكي وذاتك مركب وقاد حول مسال كبحي بيت مالك سيجي مصالح المسلمين قلي أنا وكمبيضا مصالح المسلمين وذو قيل البدن بيوتان مديه بدن بيوتان اسك الهالي وذان قال وقومه وقوه خاصه وعصر جو اون اسنقانو او سوماليت وذو دهن ما اذا وحوري هداد نينكن ايسن دحمرين ايضا دحمرين معامله سيد كو اوغاته inu halal meerad yahay oo xaq u naas iska ilaaliyo sid ku ogaatay waxa dib ka taagan ganacsiga Soomaali dib u akhriya intaan sheegay waxaad moodaysaa inaan ku xad gudbaayay dib u fiiriya ganacsiga Soomaaliyeed iyo amaanadkooda iyo shirkadahoodi iyo wax ka taagan qolyahan guriga hadhisa dibka umada u geysanayaan dib u fiiriya dulmiga umada lagu hayo khayaanaadka dhagarta hawsha aad alles ka fiiri عور ما ينكاس ولي جاي معامنا رحمارين محاوت المركب وحن كوا قن عدالة فضلي وعور ما كاد هاي بل نك ساد جو بني مني سوقا مخرات كعدو ولي جا سفر ملقى شيء شد ملا مرتي ما يقولي أو سفركم محل جو كذا مكارم الأخلاق بل جو كذا سوالي ويا قانان وحيد إن مخرتنا دوقاتو أما شد لقل أما شبط لميري شبط لقل أما لدك ويا ولدرس أما شد يا وضل لمر درس كويس كور قبان درس كذا إنه حين يود أجان دقيقة كو أجانس فردد يس وحو قراء عايو هيسو ضاري بلايس بوك بوك تودا سلا تلل كسي وناكس ودرب ود أجانس هوين كيس قيلا ضاد يق جع جع ضاد عروت يس شديد ضاد نبكو ويكون صبي أسوق وحو يهاي هذا نينكو إسراع لنا وسفرتنا
ninku duntiisa maydhaxdiisa macaankeeda soo bixi iyo inuu qanjir yahay lama sitaan xarig lama sitaan inuu yahay mid uun guri xun uun dulqaad lahayn uun sabar lahayn oo qanjir ah oo jirac oo sasuu koga isku dhagaaya uun koobshaha lala wadaagi karin oo wax walba anigaa daran ah inuu yahay waxay ku soo baxdaa safarka iyo wadada wadada aadan la safrin weliga ha dhihin gub ha dhihin waa waxbuu bixiyaa waxbuu quuraa ha isku oran intaa markuu yidhi ninka jidda lama marin darisna lama noqonin mucaamaanama dhex marin markuu yii wuxuu yihi idan anta laa tacrifuhu lasta tacrifuhu ninka ma taqaanide iika nin yaqaana orodo orodo ninku yaqaana iika wa xigmoonkii sayidana cumar uu ka tagay waxaa ka mid ah oo oran jiray tafaqahu qabla an tusawadu war xiray wax barta intaan ogaasi laydinka dhigin tafaqahu diinka barta qabla an tusawadu intaan sadiyaali ogaasiyaa laydinka dhigin in xilaydiin dhiibin wax barta salafka fasiru waxayd waxaa loo wuxuu u jeedaa qabla an tajlisuu linnaasi fatus'aluu inta dadka u fadhiisanin minbar iyo miis iyo xalqad iyo masaajid in sheekh lagaa dhigana wax baro maxay markaa dambe xilka lagu dhiibo jaanis wax ku barata ma helaysid mas-uuliyaadka iyo xilalka iyo waqtiga dhanba cidhi noqonay inta aad yar tahay in mas-uuliyaadka badan ku fulin wax barta oo dadaala galabta hadalku waa igu yar dheeraaday cumarna kama dhowi cumar hawshiisu fanool waxay noqotay faray kama qodna insha allahu tacala arbacada soo socotaan gabagabayna haddii alla yidhaahdo waad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu